السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ يا رب كلكم طيبين وبخير، واهلا بيكم جميعا في قناتي. انا مروة زهرة. ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الرابع الابتدائي، هنعرض مع بعض دروس امتحان مادة اللغة العربية الخاصة بشهر اكتوبر، ومادة الدراسات الاجتماعية، ومادة المهارات المهنية، ومادة التربية الدينية الإسلامية، وإزاي تتعاملوا مع الامتحان بطريقة بسيطة جدا وسهلة. قبل ما أبدأ الفيديو، بتمنى لو أنا بقدم لحضراتكم معلومة مفيدة كلكم تشجعوني وتدعموا الفيديو بأكبر عدد من اللايكات، وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على علامة الكل علشان يوصل لكم إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله، وتابعوا الفيديو للآخر واستفادوا من الكلام اللي أنا هعرفه لحضراتكم. في البداية هنتكلم عن مادة اللغة العربية والدروس اللي هيجي منها امتحان مادة اللغة العربية في شهر اكتوبر. اول جزء عايزاكم تهتموا بيه وهو الجزء الخاص بالنحو، والنحو طبعا عليكم شويه قواعد مهمين جدا زي ما انا كاتباها قدام حضراتكم، لازم كلنا نكون مهتمين وعارفين الاسم وعلاماته والمثنى وجمع وانواع الجموع، جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير، وانواع الضمائر، ضمائر المتكلم والغائب والمخاطب، واركان الجمله الاسميه المبتدا والخبر واعراب المبتدا والخبر. ده اول حاجه عندك الجزء الخاص بالنحو، ده جزء مهم جدا. الجزء الثاني الخاص في الامتحان، وده الجزء الاهم ولازم يكون موجود عندكم في الامتحان، وبيكون عباره عن اول سؤال في الامتحان، وده بيكون عباره عن فقره او قطعه اسمها القراءه المتحرره. القراءه المتحرره دي بيكون متوقفه على دراستك للدروس اللي انت خدتها طول السنه خلال شهر اكتوبر وحفظ معاني الكلمات. والدروس اللي مقيده عليك في شهر اكتوبر نص استماع مجدي يعقوب، ونص استماع خبر عن المعلم المصري، ونص استماع رساله من ابائنا وامهاتنا، وكمان قصه مريم ومريم، وده الدرس الاهم عليكم لازم تركزوا عليه وعلى حفظ معاني الكلمات بتاعته كويس جدا، ودرس رد الجميل حفظ معاني الكلمات، ونص موطني وكره السرعه ووثيقه حقوق الطفل. دول اهم حاجه عندكم في نصوص الكتاب، في النصوص اللي الاستماعية أهم حاجة عليكم تعرفوا بس تحفظوا معاني الكلمات، ده الجزء المهم عندكم. رقم الثلاثة السؤال الثالث في الامتحان، وده بيكون عبارة عن نص شعري. النص الشعري الوحيد اللي انتوا درستوه هو نشيد إسلامي يا مصر، واللي مطلوب من حضراتكم ان انتوا تحفظوا معاني الكلمات بتاعته كويس جدا، وكمان تكونوا عارفين تفرقوا بين التعبير المجازي والتعبير الحقيقي. بس في الامتحان هيجيلكم ثلاث أبيات أو أربع أبيات سهلين جدا في الامتحان. الابيات دي بيكون ايه بقى؟ بتكون عن اي موضوع تاني خارجي، بس بيكون موجود فيها معاني معاني الاسئله، معاني الكلمات اللي جت في نشيد اسلامي يا مصر، والتعبير المجازي والتعبير الحقيقي من خلال فهمك انت للتعبير المجازي والتعبير الحقيقي. تعالوا كمان السؤال رقم اربعه في الامتحان، وهو حاجه اسمها التعبير الكتابي. التعبير الكتابي انتوا عليكم ثلاث مواضيع خاصين بشهر اكتوبر. الكتابة السردية ووصف حدث، ده أهم حاجة عندكم، ده أهم واحد فيه. النوع الثاني من التعبير الكتابي وهو كتابة نص وصفي، والنوع الثالث اللي هو كتابة نص معلوماتي. نركز على إيه أهم حاجة عندكم اللي هو وصف حدث. طب السؤال بيجي إزاي في الامتحان يا مس؟ السؤال بيكون بسيط جدا، بيجي لك على الشكل اللي أنا جايبه لك كده، ده نماذج الوزارة وأنا بقول لك على شكل السؤال بيجي إزاي في الامتحان. شايفين بتبقى عبارة عن قطعة كده، ويجي يقول لك اذكر اسم الحدث اللي قدامك، وقول وقت الحدث، وقول مكان الحدث. كلام سهل جدا وكلام بسيط. السنه اللي فاتت جالهم القطعه دي، كان يحلم بزياره المتحف المصري، وقبل نهايه الفصل الدراسي الاول جمع زملاء المدرسه وتحدث معهم عن المتحف المصري، وشجعهم على ان يطلبوا من اداره المدرسه القيام برحله في اجازه نصف العام الى القاهره لزياره المتحف المصري، وكم كانت فرحته عندما وجد في لوحة الإعلانات إعلانا عن زيارة إلى المتحف المصري في الأسبوع الأول من أجازة نصف العام. عرف ساعتها أن تحقيق الأحلام أمر ممكن. وجايب لك بقى عايزك يقول لك الحدث، وأنت تكتب الحدث هو إيه؟ الحدث هو زيارة المتحف المصري. زمن الحدث كان إمتى؟ زمن الحدث هو كاتب لك أهو في الأسبوع الأول من أجازة نصف العام. الجملة الختامية إيه؟ عرف أن الأحلام، أن تحقيق الأحلام ممكن. بس ده اللي بيكون مطلوب منكم، قطعة بسيطة جدا، وأنت بتركز
نركز فيها على مثلا كلمة الحدث، على زمن الحدث، على الجملة الختامية، حتى الفقرة اللي فوقها برضو كلام سهل جدا. انت لازم تكون عارف وصف الحدث، الحدث حصل امتى، وكمان عنوان الحدث، وكمان مكان الحدث. بس ده اللي بيجي لكم في شكل التعبير الكتابي. ركزوا اهم حاجة على وصف حدث، ده مهم جدا. تعالوا بعد كده نتكلم بقى، ده بيكون الجزء الخاص بالامتحان. الامتحان بيكون عبارة عن 5 أسئلة، جزء خاص بالقراءة المتحررة، جزء خاص بالتعبير الكتابي، جزء خاص بالنص، بالنصوص الشعرية، جزء خاص بالنحو، جزء خاص الأخير بيكون خاص بالإملاء. ده امتحان اللغة العربية. تعالوا نتنقل بعد كده على الجزء الخاص بامتحان الدراسات الاجتماعية. والدراسات الاجتماعية ده طبعا انتوا حضراتكم مقرر عليكم في منهج شهر أكتوبر الوحدة الأولى. والوحدة الأولى دي عبارة عن 6 دروس. أهم حاجة حضراتكم تكونوا عارفين الخريطة ورسمتها، وعارفين حدود مصر على الخريطة، عارف البحر المتوسط بيقع شمال مصر، عارف البحر الأحمر بيقع شرق مصر، عارف كمان إن يحد مصر جنوبا جمهورية السودان، ويحد مصر غربا جمهور اسمها إيه ليبيا. لازم تكون عارف دي أول حاجة على الخريطة. الحاجة التانية لازم تكون عارف قناة السويس وعارف نهر النيل. الخريطة مش هتخرج عن الأجزاء اللي أنا قلتها دي. طب تعالوا بقى على الدروس. الدرس الأول درس مهم جدا، أدوات تحديد المواقع. الدرس التاني بيجي لك سؤال أو جملة ويقول لك عرف ده مصدر أولي أو مصدر ثانوي. موقع مصر مهم جدا، محافظات مصر كلها أسئلة. السؤال الامتحان بيكون عبارة عن 15 سؤال، أسئلة بقى اختياري، صح وغلط، أكمل، بسيطة جدا، بتكون أسئلة متكررة كلكم حافظينها. أهم حاجة تتدربوا على أسئلة نماذج الوزارة، وأنا حليتها كلها وقدمت لكم 6 دروس ملخصين بطريقة بسيطة. هتلاقوني سايبة لكم اللينكات بتاعتهم في صندوق الوصف اللي بيظهر على حضراتكم بمجرد ما تضغطوا على عنوان الفيديو. ده مادة الدراسات الاجتماعية. تعالوا نتنقل بعد كده على مادة التربية الدينية الإسلامية. ومادة التربية الدينية الإسلامية أنت عليك امتحان في المحور الأول كله. المحور الأول عندك جزء اسمه العقيدة، وجزء اسمه السير، السيرة والشخصيات. في العقيدة أنت عندك 5 دروس. الدرس الأول الإيمان بالله وملائكته والله المصور، والدرس الثالث بديع صنع الله في الإنسان، والدرس الرابع سورة التين، ولازم تكون عارف سورة التين محافظها وعارف معاني الكلمات بتاعتها، والدرس الخامس ورتل القرآن ترتيلا أحكام اللام. وكمان السير والشخصيات جايب لك عندك سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نسبه ونشأته وبناء الكعبة، وكمان جايب لك قصة سيدنا هود عليه السلام. الجزء الخاص بالتربية الدينية الإسلامية أنا عاملة فيديو شرحه فيه المنهج بتاع التربية الدينية الإسلامية كلته، ملخص بطريقة سهلة جدا وبسيطة، كله في صورة أسئلة أكمل. ودي كلها الأسئلة اللي كانت واردة السنة اللي فاتت في نماذج الوزارة وما خرجش منها الامتحان. فهسيب لكم برضو اللينك بتاعه في صندوق الوصف اللي تقدروا ترجعوا له بمجرد ما تضغطوا على عنوان الفيديو. وآخر حاجة بقى عندكم في الكتاب في الأسئلة بتاعتكم بتاعه الامتحان، وهي مادة المهارات المهنية. وفي مادة المهارات المهنية ده بيعرض لكم جزء خاص بإيه بقى. عندكم 7 دروس. ال7 دروس سهلين جدا، أنا شرحتهم وقدمتهم بطريقة ملخصة، وانتظروا مني مراجعة شاملة إن شاء الله على ال7 دروس دول. الدرس الأول مهم جدا، الترابط الأسري، ذاكروه من هنا ليوم الامتحان. 7 دروس كل يوم، لو ذاكرت ورقة واحدة في الدروس دي خلال أسبوع هكونوا مخلصين ال7 دروس دي. كلها أسئلة بسيطة جدا، الأدوار والمسؤوليات في الأسرة، خدوها زي معلومات عامة. درس مصادر المعرفة درس مهم، الزراعة في المنزل، أنواع النباتات مهمة جدا، رعاية نباتات الزينة درس مهم، المهن الصناعية درس مهم، الإصلاحات المنزلية درس مهم برضو. وكل درس من الدروس دي في نهاية الشرح بتاعي كنت بقدم أسئلة مش بيخرج منها الامتحان. هتقدروا ترجعوا للفيديوهات دي وتسمعوا الفيديوهات دي، هتساعدكم جدا. ده اللي شرحت لكم المواد الخاصة بالشرح اللي أنا بقدمه. يا رب أكون بقدم لكم معلومة مفيدة. دعواتي ليكم جميعا حبايبي بالتوفيق والنجاح. كنت معاكم مسمار وزهراء.